أولا الحضور ديالنا اليوم هو في إطار تحمل المسؤولية، يعني الشخص اللي كيتحمل المسؤولية فمن المفروض على أنه يتواجد في الساحة بغض النظر عن الظروف والفترة. إذا هذه فترة حرجة يمر منها العالم، وكتفرض لنا على أننا نحاولوا نلقاو الحلول لاستمرار المرفق العمومي. إذا أولا لابد أن نؤكد أن القرار المتعلق بإجراء المحاكمة عن بعد فرضته القرار اللي صدره السيد مندوب ديال إدارة السجون من حيث إغلاق السجون، يعني إمكانية ديال إحضار السجناء إلى المحاكم أصبحت مسألة غير ممكنة، والأساس فيها هي السلامة والحياة ديال السجناء. نعلم جميعا على أنه الدستور ينص على أنه من ضمانات المحكمة العادمة هي حضور المتهم أمام المحكمة لمناقشة القضايا بكيفية حضورية وشفاهية، ولكن نحن الآن أمام ظرف استثنائي يتمثل على أنه الخروج والحضور ديال السجين من المؤسسة السجنية إلى المحكمة فيه خطر وخطر كبير على حياته. إذا تم التفكير على إجراء هذه المحاكمات عن بعد في غياب نص قانوني، في غياب يعني منظومة قانونية اللي كتنظم هذه الإجراءات، يعني ولكن هناك ظرف استثنائي هو الذي استدعى على أننا أن نتفاعل بشكل إيجابي. تفاعل ديالنا بشكل إيجابي بعد استحضار هذه المعطيات جميعا، بعد استحضار الظرفية خطورة هذا الوباء، استحضار أنه المصلحة ديال الأشخاص المعتقلين، المصلحة ديال السادة المحامون. فصدرنا منشورا أكدنا فيه على أننا سوف نتفاعل مع المحاكمة عن بعد، ولكن بشروط خاصة. الأمر يتعلق فقط بالقضايا العادية والبسيطة واللي فيها مدد الآن اللي هي بسيطة وقليلة، ولكن إذا تعلق الأمر بالقضايا الكبرى، القضايا التي تستدعي مناقشات شهود مطالبين بالحق المدني، القضايا الجنائية، فإحنا كنقولوا على أنه هذه القضايا يجب أن يتم تأخيرها إلى ما بعد رفع حالة طوارئ. ولكن كنقولوا دائما هذا منشور ديال السيد نقيب في إطار التوجيه في إطار المسؤولية، ولكن يبقى الحق دائما، كما عينا اليوم على أنه المحكمة تفعل على أنه يبقى الحق في الموافقة على إجراء المحاكمة عن بعد، أولا للمتهم وكذلك لدفاعه. اليوم الأمور يعني مرات بشكل إيجابي عادي جدا، نحن نتفاعل مع المبادرات الإيجابية، ولكن دائما نراعي يعني ما ينص عليه القانون، ما ينص عليه الدستور. ولكن الآن ظرف استثنائي استلزم على أننا ما نحاولوش نتكلموا بشكل كبير على هذه الأمور، ويكون هو بأنه في هذا الصباح يعني بعد المنشور الذي أصدرناه ليوم السبت اليوم، يعني كان حضورنا لاجتماع اللجنة الثلاثية والتي ضمت النقيب والسيد الرئيس الأول والسيد الوكيل العام بمحكمة سيناء بالدار البيضاء، أولا للتنسيقي للتباحثي لاستحضار أمور إيجابية، وأؤكد على أن هذا الاجتماع كان إيجابيا، هناك توافق على جميع هذه الأمور، لأننا نراعي بالدرجة الأولى الصحة والسلامة والحياة ديال السجين وديال السادة المحامون وديال جميع المنظومة بصفة عامة. وأتمنى على أنه هذه الأمور يعني تكون، لأن يعني تم التأكيد على أن هي إجراءات وقتية، وهنا نتمنى أن تزول هذه الطوارئ وأن تعود الحياة إلى حياتها الطبيعية. شكرا جزيلا.